كما هضرنا في الحلقة الماضية على على الحمل والمرأة الحامل والصيام وجزئنا الحمل إلى مراحل تهنية بس نسبة للرضاعه يمكننا نجزئها إلى 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 مراحل المرحلة الأولى اللي كيكون الطفل من الولادة إلى ستة أشهر دونك هنا كتكون عادة وفي غالب الأحيان كتكون الرضاعة الطبيعية مئة في أه كاين عاوتاني الطفل ما بين من ستة اشهر لفوق هنا كتبدا الطفل أه كيبدا ياكل دونك الرضاعه الطبيعيه دونك كتبدا تنقص ما كتكونش كيف ما قبل دونك هنا المراه يمكن لها تصوم وكاين عاوتاني اللي أه بعد خطرات المراه كتكون كترضع رضاعه طبيعيه يعني الجاني المولود يلاه تزاد والحليب عندها قليل والطبيب كينصحها باش تعاونوا بالرضاعه الصناعيه الو غنشوفوا دابا كل مرحله ولا كل حاله كيفاش غتعامل مع المراه الو بالنسبه للمرحله الاولى أه يعني المراه ملي كيتزاد المولود الى ستة اشهر كتكون رضاعه طبيعيه مئة أه في من الاحسن ما تصومش علاش لان الحليب الام كيعتمد على واحد الماده اللي هي مهمه اللي هي السوائل وكنعرفوا ان المراه ملي تكون صايمه راه ما كتشربش بزاف أه تقدر تقدر ترضع ماشي ما تقدرش ترضع ولاني غادي يكونوا أه بعض الاعراض الجانبيه على, على 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 المولود ديالها كيفاش هذه الاعراض الجانبيه هو ان من غترضعو غيب يبكي يعني ما يشبع او لا عدد الحفاضات اللي كدير ليه في النهار ملي كتحلهم كتلقاهم ناشفين دونك هنا كيبان لينا ان الحليب ديالها ما فيش الماء وهذا كيكون خطر على المولود ديالها الوغ بالنسبه للسيده اللي كترضع رضاعه طبيعيه ورضاعه صناعيه دونك هنا اش يمكن لها دير خلال اليوم ديالها اللي كتصوم فيه يمكن لها تعطي الرضاعه طبيعية، و ويم... اه... تعطي الرضاعه الطبيعيه وكتجي حتى لواحد الساعه قبل المغرب ساعه قبل المغرب تقدر ترضع المولود ديالها تعطي ر... الرضاعه اه... الطبيعيه الو المرحله الثانيه هي فاش كتكون المراه كترضع الرضاعه ر... الطبيعيه والرضاعه الصناعيه الو ملي كتكون ك... في هذه الحاله شنو كدير خلال اليوم اللي كتكون صايمه فيه تحاول ترضع المولود ديالها بالرضاعه الصناعيه ومنين يقرب المغرب كتبقى داك الساعه ولا نص ساعه هنا يمكن لها تعطيه يمكن لها تعطيه التدي ديالها لان ان المغرب قربات دونك واخا يرضع داك المولود ديالها ما تعيا الوغ بالنسبه للمرحله ملي المولود كيكون عنده من 6 شهور الفوق الوغ هنا المراه يمكن لها تصوم يعني باسكو ما الجنين بزاف ديال الخطرات في النهار هو كيبدا كي التغذيه ديالو دونك الحاجيات الحاجيات ديالو من الحليب الام كتقل أه واخا هو الحليب الام كيبقى دائما مهم لان يقوي كي المناعه أه كيعطي كي المولود عده فيتامينات هذا وانما يمكن لها أه تصوم لانه ما كترضعوش بزاف الخطرات في النهار وتقدر حتى تفطر وتعطي داك الحصه ديالو ديالو من الثدي الوغ هنا كاين واحد الحاله استثنائيه بالنسبه لهاد المرحله ديال من 6 شهور حتى كيكبر كي آه يعني كنعرفوا حنا الرضاعه الطبيعيه كتقدر تمشي حتى عامين حولين الوغ هنا كي كيجي واحد الحاله استثنائيه ملي كيمرض الجنين ديالها الوغ ملي الجنين ديالها وكتكون كترضعوا الرضاعه الطبيعيه يستحسن انها تفطر علاش باش تعطيه التدي ديالها لانه غيقوي غي ليه المناعه الا كان مريض الا كان طفل في اسهال الا كان فيه ربو الا كان في المهم اي مرض يستحسن انها تفطر باش تعطيه التدي ديالها باش يقوي ليه المناعه الو بالنسبه للاغذيه يعني الغذاء أه الغداء ديال المرأة المرضعة ما كيختارش بزاف على على ديال المرأة الحامل، ألوغ غير هي حاجة وحدة وجبة السحور خصها تكون ما زعما تقرب الوقت الاذان يعني تاخرها ما, ما يمكن وهذه وجبه السحور شنو خاص يكون فيها تاكد وتركز على الكالسيوم الكالسيوم فين كنا يعني في زبدة دانون الفخوماج آه، آه، تقدر تعاون بالنشويات النشويات علاش لان فيهم السكر لي السكريات البطيئه اللي غيمدوها بالطاقه لي غتقدر تدوز بها النهار كامل، النشويات تقدر تكون آآ آآ على شكل روز بحال دابا بات ديال الشعير، دونك يمكن لها تنوع في هاد النشويات، ألوغ بالنسبة لوجبة الإفطار، من وجبة الإفطار دونك غتحاول ما أمكن يكون غذاء متكامل ومتوازن شنو هو الغذاء المتكامل المتوازن دائما تنقولها خضار فواكه والحصه ديال البروتينات اللي هي مهمه سواء لحم دجاج اللحوم الحمراء قلنا من الاحسن ما يعني ما متناولهاش بزاف وما بين الوقت الافطار والسحور تحاول ما امكن تقسم الوجبات ديالها وفي هذيك الوقت ما بين الافطار والسحور تحاول تشرب سوائل بزاف سوائل بزاف اما على شكل على شكل سميتو عصائر عصير طبيعي ما يكونش ديال ديال هذا يكون عصير طبيعي تقدر تاخذ شويه ديال الحلبه أنا ان الحلبه كتقوي كتقوي الحليب بالنسبه للخضر واحد الحاجه اللي هي مهمه تركز على الخضر اللي كتكون خضراء مثلا البروكولي اللوبيا آه، لي زيبينار هادو كيمدوها بواحد المواد المعدنيه اللي هي اللي هي مهمه وكتفرز في الحليب وهي مهمه بالنسبه للمولود ديالها